السلام عليكم سي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله سي يوسف، أكيد داير بخير؟ حياكم الله. لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يجازيك بخير. شاكرين خويا يوسف. ونهار كبير هذا، مني غنتلاقاو معاك وغنديرو معاك واحد الحوار. الله ودي، احنا اللي عندنا لونور وحنا اللي عندنا الشرف اخي. شرف لينا سي عمر، بارك الله فيك. وعواش مبروكه بعداك، واش ما تمنيتي ان شاء الله الصحه والعافيه؟ الله يبارك فيك خويا يوسف، علينا وعليك ان شاء الله. الله يجازيك. بغيت نسولك بعدا، كيدير مع هذا الحجر الصحي بعدك؟ الحمد لله، احنا زعما مطابطين معاه بكل الهدافير ديالو كما كيقولوا، وحنا شادين الارض تي تيجعل الله سبحانه وتعالى شي مخرج. والحمد لله حنا تابعين السلطات وداكشي اللي قالوا بوغ باش نمينيميزي لي ريسك، والحمد لله صافا مزيان. مزيان اللي جات مع عبد الله، هذا هو هادشي اللي كاين سيدي. الله يرفع لنا هاد الوباء. سي عمر، انا السؤال الاول اللي غنسولك، شكون هو سي عمر؟ نعم، انا بغينا نعرفوا شكون هو سي عمر، فين زادتي، فين خلقتي، وفين كبرتي. السير يعني واحد الملخص ديال السيره ديال سي عمر. نبدا مرحبا. انا عمر، مرحبا. انا حمداني عمر، تزاديت في الحي محمدي، يعني جات الام ديالي الله يرحمها حامله بيا من روشنوار. كنا في الاول ساكنين في روشنوار، في كان خدام بالله يرحمه في السبيطار تمايا. وجات الوالده، كان ديك الساعه الاخت ديالي فتيحه ومحمد زادوا في روشنوار. من بعد جات امي الله يرحمها في 69 حامله بيا، جابتني هنا الحي محمدي وتولدت في الحي محمدي. داكور. في عماره 8 رقم 203. الاب ديالي حمداني حمو ايت حماد الله يرحمه، الله يرحمه ويسع عليه داك القبور، ايت حماد ايد موسى. جدي با تبا الله يرحمه، ابراهيم ايت حماد الله يرحمه ويسع عليه، وجده شطو ايد موسى رحمه الله عليهم الله يرحمه. والام ديالي الله يرحمها فاطمه بنت محمد ايد محمد، وجداتي فاطمه بنت محمد باقا في الحياه الله يخلي لها صحتها. امين. وبا الله يرحمه وامي الله يرحمها، جوج من ايت تازولت، يعني من العائله ومن دوار واحد. انا ولد تازولت 100%، يعني دوريجين. دابا انت دوريجين والتازولت اي حران، دوريجين ماشي ماد ان شينا. لا 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 لا، ما يدين تازولت. صافي، ما يدين تازولت. صافي ديان، صافي. الله يسخر سيدي. اللهم امين. الحمد لله، عندي جوج ديال الاخوان وجوج ديال الخواتات. كاينه الاخت عندي فاتحه، هي الكبيره، تابع محمد خويا الله يشافي ويعافي مسكين. وكاين انا عبد ربي هو الثالث، وكاين نعيمه اختي، وكاين رشيد خويا هو الخامس. رشيد عرفت ديال الخوت، عرفتو رشيد؟ سي رشيد كي لاباس عليه ديال الخوت؟ لا لاباس، الحمد لله، الله يجازيك بخير. الحمد لله، والله يرحمهم ويسع عليهم، يعني ربونا احسن تربيه وكبرونا في طاعه الله، والله يرحمهم يعني ويسع عليهم داك القبور. امين يا رب العالمين، يسمح لينا منهم. امين. اقول يا سي عمر، اولك نعم خويا. تفضل كمل. اياه، تابعت الدراسه ديالي. اييه. قريت يعني في كيما هذا في الحي محمدي، الابتدائي الاعدادي الثانوي، وصلت لكل الجامعه وخذت الاجازه ديالي الحمد لله. ودابا انا خدام، خدمه ديالي حر، ديالي خدي خدمه ديالي حره. مزيان تبارك الله، مزيان. اللهم يسر. هذه نبدأ عليا شخصيه، ومتزوج وعندي 4 ديال الوليدات. بارك الله. كاين عندي الاكبر هو حمداني ياسر، تزاد في 2000 و2000. كاين حمداني بوتينه، تزادت في 2003. بارك الله. كاين حمداني حفص، تزادت 2009. وكاين حمداني الياس، تزاد 2016. تبارك الله، الله يخليهم. هما الشجره ديالي. اللهم امين، ويخلي لك وليداتك اخويا يوسف. تبارك الله. سينو سي عمر، انت كاع الدراسه ديالك دوزتيها في الدار البيضاء كلها؟ كلها في الدار البيضاء.
يعني ودابا بغيت نسولك واحد السؤال، يعني انت دابا انت 100% دوريجين تازولت، ولكن شنو العلاقه بتازولت؟ واش كتمشي ليها ما مشيتيش ليها؟ وعلاش ما يعني شنو لي فريكونس؟ واش كتمشي ليها بزاف ما مشيتيش ليها؟ واش يعني شنو الظروف؟ انا ما عرفتش، انا واش كنتي كتمشي ما كتمشيش؟ لا 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 لا، فعلا فعلا انا نعطيك كاع الاول. هو انا ملي كنت باقي صغير كنا في الحي محمدي، وكانت واحد جارتنا مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها، راه كيعرفوها العائله، كيعرفوها عمامي كاملين، كيقولوا لها ام صفيه، وهي من ونين، وكنت انا عزيز عليها بزاف ملي صغير، لدرجه ان كانت كديني معاني، كنمشي معاها تمازير تونين، مشيت معاها طيلمون ثلاثه المرات كنمشي لونين. با الله يرحمه كيدي خوتي لتازولت، انا كنت كنمشي لونين، يعني كانت تديني معاها مسكينه تقريبا 3 سنين، لدرجه انا با الله يرحمه ولا كيقول لي تاكونين، كيسمي عليا كونين. اول مشيه لي اخويا يوسف لتازولت، نقول لك واقيلا في 82 واقيلا ولا 83، اول مشيه لي انا باقي صغير. مشيت داني با الله يرحمه، مشيت داني انا وخويا محمد، ومشى معايا حسن ولد عمي يدار، دينا معانا. يعني هذيك اول صله لي بتازولت، وما نكذبش عليك كان عندي واحد لو كود فودغ، كان واحد وقعت في الحب ديال تازولت من اول عام عرفت في تازولت، حطيت فيها رجلي. يعني ما نكذبش عليك وقع لي هذاك الشيء، يعني ما شاء الله، ودوزت هذيك العطله ديالي تمايا وتعرفت على كل شيء. انا باقي صغير ولكن مع ذلك انا باقي صغير، ولكن باقي بزاف ديال لي زيماج وبزاف الاحداث باقي مغرافي اللي عندي في الفلامر ديالي. وباقي اشخاص عايشتهم ديك الساعه ما غاديش ننساهم زعما طول العمر ديالي. وبالاخص اول شخصيه انا اللي كنت اللي زعما اللي تعرفت عليها واللي اللي اثرت فيا بزاف هو خالي محمد نيد موسى، خال الوالد. كان ديك الساعه هو المقدم، دابا هو بات المقدم الله يرحمه. هي هو ايد موسى محمد، خال بات عبد الله المقدم. يعني ما نكذبش عليك كان عنده واحد الاثر كبير عليا بزاف، يعني واحد الحب، واحد الحنان، واحد الصدق، واحد العاطفه جياشه ديال الحب، سبحان الله. ما نقولش لك يعني ما شاء الله، الله يرحمه وسع على داك القبور، كنت اثرت به بزاف وكان عزيز عليا لواحد الدرجه ما تصورش، وباقي ليومنا هذا يعني ما مبغاش يفرقني، وحتى يدوني القبر ديالي. ومن ديك الساعه انا كنت في تازولت، يعني ما نكذبش عليك انا باقي صغير وبديت كنفتخر بالجذور ديالي، افتخرت بها بزاف وفرحت، لدرجه انا باقي صغير وقلت با الحمد لله با اللي دزنا هنايا في الدوار هذا وكبرت هنا باش حنا ولدتينا ولاد هذا الدوار هذا. ومع العلم انني ملي كنت باقي صغير كانوا كيقولوا لي الشليحه، كنت معروفه بشليحه، يعني في الحي محمدي كنا معروفين بدار شليحه، وكان شويه، ولكن ملي عرفت الجذور ديالي احسن مفخره عندي ولات كتقول لي قول لي شليحه، ملي ولات عندي شليحه ولات عندي تشريف ماشي تكليف. والله اتكلم بصدق. والشخصيه الثانيه اللي اثرت فيا اخويا يوسف هي خالت با الله يرحمها رقيه نيد موسى. هاد رقيه نيد موسى كانت واحد الشخصيه فريده اخويا يوسف، يعني كانت كتعيش بوحدها في الدار، يعني كانت في اللي كنعقل انايا كتسكن حدا في كيسكن الضاب الله الله يرحمه، بحال غادي داخل مع الزنقه ديال الضاب الله، بحال غادي عند بحسين يتبلى في ديك الدوره تما كانت عند الدار. انا كنعقل صغير وباش كانت معروفه كانت كتربي بزاف ديال القني، يعني اش نقول لك واحد الجيش ديال القني كان عندها، وكانوا كيعيشوا غير في الارض، لدرجه انا باقي صغير فين ما نتلاقى معها كتعطيني قنيه، واخا نعرف نتلاقى معها ثلاثه مرات في النهار كتعطيني قنيه، وكنت ديك الساعه باركين على الدار عمي يمان، القنيه اللي عطاتها ليا كنديها تما، يعني تتجمعوا واحد الجيش ديال القني والله العظيم. يعني الله يرحمها ويوسع على داك القبور، وتا هي كانت عزيزه عليا لواحد الدرجه ما تصورش، وباقا زعما يعني تا هي عايشه فيا بزاف. ما نكذبش عليك ايد موسى يعني واحد الوقع في حياتي، ما يعني انا كنقول مثلا من اي تحماد، انا غير هذه كنقولها بزاف والله اعلم. وجدي الله يرحمه انا ما شفتوش الله يرحمه، وهو ابراهيم اي تحماد،
الله يرحمه وسع عليه داك القبر، حتى با الله يرحمه ما شافوش، ما خلاه وقيله خلاه صغير يلاه تزاد وكيفاش ما شافوش. وجدي حتى واحد ما عنده الخبر ديال جدي. يعني في 2018 فاش كنا مشينا انا ورشيد وحسان، فاش كنا مشينا ديك المشيه لتازولت، مشينا على قبل تيران وعلى قبل باش نقادو شي امور. عقلت على ديك المشيه، عقلت عليها، عقلت عليها. هذيك المشيه صدقني القوله يا اخي يوسف، الا مشيت 80% 80% كنقول لك ديال الرغبه اللي داتني لتازولت هو نتلاقى مع الحاج محمد نطرحو مسكين الله يرحمه، باش نسولو على جدي، حيت هو اللي عنده شويه تحقيق وباقي عاقل على جدي شويه. والله العظيم يا اخي يوسف، بغيت نسول جدي جد ابراهيم، بغيت نسول عليه، بغيت غير يهضر لي عليه، لانه هو انسان كان مشى للحرب مسكين بكري، وقيله كان مشى لفرنسا ومشى لاندوشين كنظن، كان مشى مسكين للحرب، ومن رجع مسكين نرجع تروماتيزي، رجع لدرجه انه انعزل ما بقاش كي عرفتي السامبتوم لي سيندروم، لي سيندروم سيندروم، داكشي اللي شاف يعني داكشي اوغيبل بزاف، داكشي وي لي سامبتوم وي. رجع واحد الانسان مرض، ما بقاش كيتجمع، ما بقاش كيشوف حد، ما بقاش حد، ولا قالوا لي راه غير منعزل بوحدو مسكين، حتى هو في 8، اللهم اغفر لنا والله، الله يرحمه ويسع عليه. امين يا رب. وجده مسكينه شطوني يد موسى، الله يرحمه ويسع عليه، هي اللي ربات با مسكين، وعمي يدار احسن تربيه، ومسكينه كافحات عليهم بكل ما اوتيت من قوه، يعني انها تغصبات في شبابها وفي حياتها باش تربي وليداتها. وكانت يسر لهم الله سبحانه وتعالى، جات عندهم الحي محمدي، جابوها معاهم وسكنات معاهم فاطمه اربعه، سكنات معهم فاطمه اربعه مسكينه الله يرحمها، حتى وفاتها المنيه. وكان ديك الساعه بالله يرحمه باقي ما تزوجش فاش ماتت مسكينه. وكيعاود لي الدوسي الله يرحمه، الدوسي كان عندي به واحد العلاقه، عمي والدوسي وبا وحبيبي حاجوسي، كان كيعاود لي وحضر لها الموت ديالها وحضر معها مسكين، قال لك لان قال لي انا ما بغاش تنسى لي الموت ديالها، ما بغاش تنسى لي الى يومنا هذا مسكين الله يرحمه ويسع عليه. قال لك هي في سكرات الموت، وفي اللحظه اللي غادي تخرج لها الروح ديالها، وهما كيبكيو الله يرحمه كيبكي عمي كيبكي، وما كتقول لهم علاش كتبكيو، كتقول لهم هذه الجمله، راه كاين غير الله والموت، كتقول لهم شدوا في راسكم راه كاين غير الله والموت، ما تبكيوش، شدوا في راسكم راه كاين غير الله والموت. بقات على هذه الكلمات حتى وفات المنيه الله يرحمها ويوسع عليها. ويلحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. هذا هو اول كونتاكت كنعدي مع تازولت اخويا يوسف. من بعد غادي نرجع لتازولت 1994 1994 غادي نرجع لتازولت. وهذيك الرجعه اللي رجعت لتازولت كان عاوتاني واحد الواقع كبير بزاف، وكنت لاقيت مع سعيد الراجي ولد عمي حراز، خالد حمداني ولد عمي، كان عبد الصمد، كانوا اي تقيموش كاملين، يعني داز واحد العام رائع بزاف بزاف بزاف. وتما يعني كنت شويه شاب وعرفت، بديت كنعرف وبديت كنستوعب، وتما يعني كانت اصل صافي، كان واحد الطابع طبعت على تازولت صافي، يعني صافي يعني الحب الابدي والعمر ديالي ولا هو تازولت، لدرجه انني ملي كنت رجعت لازلت كنتذكر انني كترجعت وكان باقي الدوسي مسكين الله يرحمه، وكنت ديك الساعه الله بديت خدام شويه، وبقيت يعني داك تازولت ولات لابساني بزاف، يعني ولات كنفكر بها واحد الدرجه، يعني ديما في راسي تازولت، وكنسول على تازولت يعني، وكانت الام ديالي الله يرحمها كتقول لي انت مالك وتاجمع راسك، واش علاش انت واش هذا. المهم على اي حال، وطاحت لي واحد الفكره، وكنت مشيت عند الدوسي الله يرحمه، قلت ليه عمي راه بغيت ندير عندي واحد الفكره، شنو قلت ليه؟ راه بغيت نصيفط لتازولت كلشي، بغيت نصيفط لهم سيرفيطات لله في سبيل الله. قال لي مسكين مزيان، وفعلا توفقنا الله سبحانه وتعالى، دار شحال فيها من واحد والاعمار، وتوفقنا الحمد لله العام الاول انني صيفطنا لهم سيرفيطات، هادشي في 95 واقيلا ولا 96،
العام الثاني وفقنا الله صيفطنا العيالات بيجامات وبينوارات، والعام الاخر صيفطنا لهم بولوات تيشيرتات وداك الشيء. ما انت معروف معروف يعني نقول لك 98 98 96. تبارك الله. اسمع خويا ونقول لك واحد الحاجه، يعني صدقني القول، لان ملي مشيت لتازوت يعني كلشي عاوني واحد المعامله خاصه، لان ديك الساعه الله كان متب الله يرحمه في 91 ديك تاع الشاورين، وكانت واحد المعامله خاصه، واحد المعامله من واحد المعامله من يعني قيمه اخرى، وكانوا مكبرين بيا بزاف وزعمي، وكنت عزيز عليهم. وكيقولوا مسكين ديما كيقولوا على الجمله كيقولوا راه حمو ما ماتش، انت راك كاين. كنقول لهم اودي راه انا ما عمري ما خلينا نولي راجل بعدا هو الاول، هذا ابري نكون نشوف حمو، انا باقي ماشي راجل، الرجله صعيبه. كنقول لهم خليوني نكون راجل عاد نكون حمو، لان حمو راه ما نوصلش ليه، واخا نبقى من هنا واخا نعيش جوج اعمار ما غاديش نوصل ليه، لان دوك الناس الله يرحمهم كاملين كانوا من واحد طينه اخرى، كانوا طينه اخرى الله يوسع عليهم داك القبور، يعني مساكن ديك المعامله وهذاك، وعاودوا لي على با بزاف، وقالوا لي اش كان كيدير تازولت، عاد بدا كيعاودوا لي كيفاش تازولت، كيفاش كانت كتكون تازولت الامور، يعني تاثرت بزاف ما نكذبش عليك، تاثرت وقلت علاش شويه نديروا حتى حنا واحد شويه باش نطرح عليه يطرحهم هو، لان يعني ملي كندير شي حاجه كنقول لهم شوفوا دعيو مع با، ما دعيو مع حتى ودي مع با، انا ما بغيت والو. انا ما كيهمني حتى شي حاجه، انا كيهمني با وامي انكم ترحموا عليهم، هذا هو خير. يعني من تما بدات البدايه صراحه، ومن 94 تعطلت على تازولت اخويا يوسف حتى 2013. الحمد لله الحمد لله، نتمنى من الله نتوفقوا واحد شويه. امين رب العالمين. واحد شويه نتوفقوا، يعني من 2013 تازولت ودازت السياره رائعه وطلاقي، يعني وكانت واحد ميوسي وتي ملي كنمشي معاك بركم مع خالي، ولكن داوسي بزاف اللي كان كيقول لي انا بركم معايا ما تمشيوش، لدرجه دابا حتى الدبور حمراء ملي كنمشي مسكين كيقول لي راه بحال بقى غادي تبرك هنايا، بقات هذيك مساكن تبارك الله طينه وحده وشجره وحده الله يجازيهم بخير. اخي يوسف عندي واحد الصله وطيده بتازولت بزاف بزاف، كنحب الارض، انا كنحب الارض وكنبغي دوك الناس اللي فوق ديك الارض، يعني واحد الحب ما نكذبش عليك لا يوصف، يعني قلبي عامر بتازولت بزاف. يعني خلاو واحد الاثار بزاف في قلبك بزاف 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 اخويا، لان الارض اللي تزاد فيها با الله يرحمه، اللي دار فيها اول خطوات ديالو اول كلمات، ما سهلاش، ما يمكنش لي نتنازل عليها وما يمكنش لي ننساها. بغيت نسولك سي عمر. مستحيل. مرحبا. دابا بغيتك تكلم لي على الوالد ديالك، دابا انا كنسمع بزاف على الوالد ديالك، دا حمو دا حمو حمو حمو، راك عارف فهمتي الله يرحمه مسكين، كنسمع عليه بزاف بزاف، ولكن انا بغيتك انت اللي تهضر عليه، انت اللي تقول لينا يعني هاد المحبه ديال الناس كانوا يحبوا الوالد ديالك بزاف، شنو اللي جعل الناس يحبوه بزاف؟ الصفات اللي كانوا فيه، شنو يعني الاخلاق المعاملات، فهمتيني؟ مرحبا خويا يوسف، غير ما نكذبش عليك ملي كنهضر عليه ما نقدرش نصبر صراحه والله. مسكين. ما نقدرش. سي با غاف صافي، خلي هذا السؤال تاعي. المهم كنت من ما نقدرش، ما زعما تتسول الا هضرتي مع ولد عمي عبد الله ولا فهمتي، الله سيدي هما يقدروا يعاودوا لك، انا ما فهمتي داك الشيء. المهم المهم حنا ما سمعنا فيه الا خيرا، هادشي اللي غنقول لك انا اللي ما عرفتش الا الخير، راه انا الخير اللي غادي يوسف. يوسف اقسم بالله الا احبه محبه، يعني اخاف كنت كنخاف أن أحبه أكثر من الله والرسول، أعوذ بالله، ولكن بعد الله والرسول هناك أبي. نعم الله. نعم أقسم يعني ما نقدرش نعود لك، لأن واحد شخصية فريدة، واحد شخصية ما شاء الله وصافي.
واخا وانا في ما نكذبش عليك يوسف في الموت ديالو تصدمت بزاف، تصدمت كانت يعني حتى الحياه ديالي تبدلات بزاف يعني يعني تبعثرات لي الاوراق يعني بحال قلتي كنت غادي في الشمال وانا تما راجع للجنوب بقيت كاع فهمتي يعني يعني الله يعني اول مره غادي نتذوق الموت راك عرفتي مراره الموت صعيبه وشكون تفقد تفقد واحد الانسان العزيز عليك وكنتي في اشد الحاجه ليه فهمتي ونزيدك عاوتاني الغريب في الامر اخي يوسف انا ما عرفتش بالله يرحمه مزيان تا مات حتى بات عاد عرفته هذا بداو عرفته عن طريق الناس عن طريق التعاويذ يعني مني مات يعني عمامي الله يجازيهم بخير يعني داروا بيا واحد الدوره الله يجازيهم بخير عمي دار عمي الحاج وسي عمي محمد حمداني من المكتبه الحاج احمد يعني داروا بيا واحد الدوره يعني ما حسيتش باليوتم صراحه ونعمه ونعم الرجال ونعم الرجال ونعم الاعمام ونعم الاباء يعني ما خلونيش نحس وبقيت معاهم في كل صغيره وكبيره وكنت كنشاورهم ويشوفوني في اي حاجه وفين ما مشاو كنت كنمشي معاهم يعني الله اللي مات فيهم الله يرحمه امين رب العالمين الله يطول امين هذا هو اللي كاين مؤمنين هذا هو اللي كاينو استسمع خويا يوسف لان ما ماشي مشكل ماشي مشكل سي عمر تاثر بزاف انا لا لا ماشي انا ما نقدرش ما نقدرش صراحه ما نقدرش لا لا انا جو كومبرون جو كومبرون سي عمر لا انت ماشي مشكل المهم حنا دابا غادي ندوزو غندوزو لنوتر فاز ديال انا كان انا كنتمنى ملي تهضر مع عبد الله ولد عمي غادي تسولو هو كانت كان ان شاء الله انا غنشوف ان شاء الله ويعني وعنده احداث بزاف مع با هو يعاود لك عليه بزاف هذا انا ما نقدرش صراحه نعاود لك على عمي دار الى كان هو مدار مع الله دابا بغيت نسولك السي عمر على على الجانب ديال الطازوت ولكن الجانب الجمعوي يعني حنا حنا كنعرفوك انت السي عمر ترى من المناضلين من الاخوان اللي كيدخلوا اللي كيعطيو الاراء وكي يعني يعني الناس اللي يعني نعولوا عليهم فهمتيني ودابا انا بغيتك تعطيني الرؤيه ديالك الفكره ديالك على تازورت شنو خاصها شنو ناقصها شنو المستقبل شنو نديرو شنو ما نديروش شنو نزيدو شنو نوخرو مع يعني شنو الراي ديالك بصفه عامه شنو حاليا تازورت شنو خاص شنو ناقصها شنو خصنا نديرو والله العظيم خويا اسمي بدا نقول لك انا كاتب عام ديال الجمعيه ديال تازولت يعني تازولت اول حاجه غادي خصها خويا يوسف خص الانسان يتصفى خصنا نصفيو النيه ديالنا خص الناس كلشي يتصفاو النيه ديالهم معقوله خصنا نحبوا بعضياتنا معقوله نبغيو بعضياتنا اييه ونعرفوا باننا راه كلنا راه بغينا نخدموا ما بغينا والو من تازولت ما كنتسناو منه حتى شي حاجه والدينا ما عمرهم تسناو منهم شي حاجه ما عمرهم خداو منها شي حاجه وتا حنا كذلك ما كنتسناو منها حتى شي حاجه هي كتسنى منا نعطيوها كنتسنى نخدموها كنتسناو ندير واحد البسمه في جابين كل طفل في الفاه ديالو وكل امراه وكل رجل انا نخدموهم بالفرحات علينا نخدموهم وما عرفت فين نمشيو بهم ولكن يا اخي كاينين حزازات هناك حزازات هناك صراعات خفيه فهمتيني هادشي ما انا ما كنتش كنعرفو وما كنتش كنديرو ولكن مني درت لقيت بان هادو هو اكبر اوبستاكل واكبر عائق عندنا هما الاشخاص ماشي شي حاجه اخرى هما الاشخاص حتى حاجه ما واعره حتى حاجه ما صعيبه وانا ديما كنحلم وديما غادي نبقى نحلم ديما كنحلم الغد افضل وديما عندي الامل في الله ديما عندي الامل اننا اي حاجه غادي نبغيو نديروها يمكن نديروها اي حاجه ممكنه واي حاجه سهله من رغم الصعوبه ديالها والله العظيم لا سهله ولكن الا تصفينا الخلاطه وبغينا بعضياتنا وحبينا بعضياتنا وعرفنا بان كل واحد راه كيخدم وبانه عنده هدف بغى يوصل ليه هذاك الهدف هو اللي كلنا بغينا نوصلوا ليه يعني ما يكونش عرق ونديروا يدفع يدياتنا واسي عمر ونتيقوا في بعضياتنا غادي نمشيو بعيد يعني هاد العراقيل واختلافات وداك الشيء ماشي ممكن حيت الناس ما عارفينش او ما فاهمينش خصهم كانوا ربما واحد تشدوا غير من يدي وتفهموا وتقول ليه ها الخدمه ها كيفاش بغينا نخدموا ها الطريقه هذا وغادي يفهم وغادي يمشي معك ولا فعلا فعلا اييه فعلا خويا فعلا فعلا هذا هو كيتوما كومينيكاسيون اسمي هو هذا يعني تواصل الانسان تقرب ليه وتحاول تواصل هو هذا
فعلا فعلا اخويا يوسف، حتى في الاول لقينا احنا صعوبات في الاول ملي بقينا كنتجمعوا مع الدراري، لقينا صعوبات. كانوا واحد الصراعات وكل كيهضر لك على هذا يعني، كان واحد هذا. ولكن من بعد هضرنا مع الدراري، دوينا معاهم الحمد لله، الدراري ترقاو شويه ولاو الحمد لله بخير، ما بقاش الخلافات. وفعلا دابا هو خويا يوسف اللي كاين هما واحد صراعات ما عرفتش غادي نقول لك تاريخيه، كان داك الشيء ايت 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 هذا الشيء ايت باقي كاين، باقي كاين، باقي ايت ايت. انا ما كنحملهاش، انا كيسولوني كنقول لهم انا ايت حماد، ايت ايد موسى، ايت علي، ايت اسمي ايت بله، ايت مبارك، انا كل شيء. انا ما تقولوش لي انا ايت، ما تبقاش تقول انا ايت، انا ايت تازولت، انا ولد تازولت وكافه والنقطه. انا ولد هذه الارض هذه وخصني نخدم هذه الارض، انا ماشي ايت. معقوله ما بغيناش ديك لون، فهمتيني؟ فرق تسود، فرق تسود. دابا هذا كيسمع كلمه كيمشي عاد ايت دياولو كيقول لهم، كيولي كلهم دايرين واحد هذا. وفعلا هادشي اللي كيوقع اخويا يوسف، هذا من ايت فلان ملي كيقولوا شي كلمه كيمشي يقولها لايت فلان، هادو كلهم كيديروا واحد يعني ما كاينش واحد، فهمتي؟ يعني احنا ما كنزيدوش القدام بهاد الطرق ديال التعامل. ما خويا يوسف، انت راه ادرى، وانت راه اكبر العراقيل راه هما هادو اخويا يوسف. وكاين ربما واحد الحل، ان مني مثلا في الجماعه في العنصر البشري، العنصر البشري مثلا في تازولت، انسان اللي كيعرف المشكل منين جاي او الشخص اللي فيه المشكل، الجماعه كتجمع جوج ثلاثه الناس كيمشيو عنده كيفهموه كيشرحوا ليه وصافي، وهكا كتعالج الامور، فهمتيني؟ فعلا. واحد قال لاخر قال لاخر، طبعا راه الفتنه كتنقص. فعلا. راه هذا هو اللي كاين، ما خصش كل الحزازات، خصنا نكونوا خوت. راه حنا كلنا في خضه وحده خويا يوسف، راه كاع هذوك اللي كتشوف راه في خضه وحده، راه كلنا جدنا واحد، راه كاملين، راه ما كاين لا هذا، راه كلنا جدنا واحد، راه كلنا خوت. اذا السي عمر، هذا هو الجهاد الاكبر اللي خصنا نديروا هو هذا. اييه فعلا فعلا. راك شتي دابا في الدراري راه ملي كنا دواو راه قال لك خصهم يشاركوا، يعني عيني ما نطيحوش من نازل تما ولا لا دوك الناس راه كاين، لا نجبدوهم لعندنا وتا هما نمشيو لعندهم ونشاركوهم معنا ونشرحوا لهم وندويو معاهم ونقولوا لهم النيه ديالنا هاش بغينا نديروا. واش هو الوقت يكون تهوره، يعني كانوا كيقولوا لك لا راه فلان، قلت لهم شوفوا دوك الناس الكبار ما كيبغيوش هذا، قلت لهم شوفوا جزاكم بخير. الى الكبار ما قد يشوفوا مع وليد كل مره في الشيء اللي وقع ملي درنا ذاك الماراطون ودرنا ذاك هذا، راه تقريبا الوالدين كلهم جاوا وعاونوا وعطاهم الميداليات. هاكا تعطي الميداليه، عطى الميداليه، انا فرحوا، كان واحد التفاعل وكلهم تعاونوا وكلهم كانوا في المستوى. اذا شنو خص؟ اذا خص هاد الناس وما تشركوهم معاكم، نشركوهم ندخلوهم معنا في الافكار وفي كل شيء. بعد ما السي عمر، انا كنفكر كنقول ربما كاع هاد الخلافات سي كيف كنقولوا حنايا غير مالونتوندو، اي سوء التفاهم، فهمتيني؟ فعلا فعلا. سوء التفاهم، بعض المرات واحد فهمك غير غلط، ماشي انت قصدتي كاع غير غلط. غلط. ايه. مشى هو ايه. مشى هو شهر شهرين ثلاث شهور عام هو شد في هذاك القضيه بحال، فهمتيني؟ يعني سوء تفاهم. وانا كنظن ان شاء الله باذن الله ربما هذا الصيف اللي جاي ربما تكون هذه هي الفرصه المناسبه ان تجمع الشمال والكلمه وتوحد خويا يوسف المشاريع وتوحد، فهمتني؟ حنت هما اصلا اخويا يوسف فاقدين الثقه في الجمعيه، ما جبتش لهم شي حاجه سميتها الجمعيه، فاقدين الثقه فيها. يعني هذا الشيء كنسمعوه على ودنينا، ماشي زعما يعني يعني خاص نقربوا لهم وتشرح لهم الجمعيه شنو هي الاهداف ديالها، شنو هي الهدف ديالها، وعلاش كنجزي وعلاش كيف راه صالح واحد، راه كنديروا غير الصالح ماشي شي حاجه اخرى. ما يعني ما عندنا حتى شي اهداف، ما عندنا حتى شي، يعني احنا راه كنعيشوا في الدار البيضاء، راه حنا وليداتنا عندنا، احنا ما عندنا حتى شي هدف. انا قاعد نقولوا اش لا احنا تما، ولكن عندنا حتى شي اهداف، ولكن الخاطر ديالنا ما يخليناش. انا واحد الناس خاطري ما يخلينيش وقلبي ما يخليني. تفضل. واخا، اول حاجه قلت لك
كنشكرك خويا بزاف خويا يوسف، الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، الله يرحم لي رباك، بارك الله فيك، الله يجازيك بخير، سبحان الله ما في ميزان الحسنات ديالك، لان الهدف ديالك نبيل، حيت ماشي الفكره الله يجازيك بخير هذيك فكرتي فيها، ولكن النيه ديالك نيه طيبه وزوينه، ونيه يعني الله يجعلها لك ان شاء الله في الكونت في ان شاء الله في الكونت عند الله سبحانه وتعالى، ماشي هنا في الدنيا. أمين. انا كنطلب الله يخليها لك عنده ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يجازيك بخير. راك انت زعما يعني راك واحد المناضل وواحد الشمس ساعات فولت، احنا ضعفاء، احنا ضعفاء السي عمر. شوف خلي دابا انا كنهضر، اسكت صافي خويا، انا كنهضر على يوسف وخليني نهضر عليك. واخا سي صافي، ما قلناش كهضر على راسك. الشمس الشمس سطعت في تازولت، الله ويعني ودفيتي دفيتي ديك المنطقه. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، بارك الله فيك، الله يجزيك. هذا هو اللي نقول لك. اخر كلمه اللي بغيت نقولها خويا يوسف، هو كنطلب وكنناشد وكنأشد على ايادي كل الناس ديال تازولت، وكنبوس لهم على راسهم وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، ديروا يديكم في يدنا واجي نخدموا ديك الدوار ونخدموا ديك البلاد، اجي نخدموا ونزيدوا القدام ان شاء الله، نخليوا هذوك الناس اللي تمايا بارك علينا، دوك الناس اللي ضاعوا مساكن واللي ما وصلوش للمبتغى ديالهم، خليوا بعدا هاد الناشئه الجديده الناشئه اللي باقا جايه نتعاونوا عليها بكل ما اوتينا من قوه. راه ملي كنتكلموا كنهضروا ما كنبغيش واحد الكلمه كيقول لك، ملي كنقول نبغي نقول شي حاجه كيقول لك لا راه الناس ما عندهمش، راه كيقول لك ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه. راه حنا كنهضروا راه ماشي احنا ما عرفتش عندنا، راه حنا والو كنوتروا على انفسنا. هذا هو هذا هو اللي كاين، والولاد حنا بغينا نخدموا، بغينا حتى شي حاجه، بغينا نخدموا، بغينا نرسموا واحد البسمه في ديك تازولت، بغينا الناس نرفعوا لهم المستوى المعيشي ديالهم، بغينا نحسوا الناس بانهم راهم بشر، بانهم راه كيسواو، بانهم راه كاينين، بانهم راه عندهم كلمه، بان راه عندهم مكان في قلوبنا ومكان في العالم كامل. على الاقل نديروا واحد، نديروا لهم واحد النافذه فين نطلعوا على العالم الخارجي ويعرفوا شنو واقع، وما نبقاش نستهنوا بهم، لان هذوك الناس راه من اطيب خلق الله، ومن اشد اذكياء تبارك الله اذكياء. اذا علاش ما نشدوش بيديهم ونديوهم للجهه الاخرى، للضفه الاخرى، ضفه الامان والضفه ديال العلم والضفه ديال يعني ديال الدنيا، اللي يشوفوا الدنيا. وهذا الشيء ماشي مستحيل وماشي صعيب، والله العظيم ماشي صعيب، لو نديروا في الدين في الدين بعضياتنا، وحنا راه خوت، وحنا راه خوت رغم عن انفسنا ورغم عن انف اي واحد، راه حنا خوت وحباب، كاع اي تازولت راه خوت وحباب كاينه. وهذا هو اللي بغيت نقول، وان شاء الله راه حنا غاديين في الطريق الصحيح ان شاء الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الشباب السي رشيد والسي حسن والسي سعيد ودراري تبارك الله، كاينين تبارك الخير، هاد الشباب كلهم فيهم الخير، والله العلي العظيم لا اعرفهم واحد، كلهم فيهم الخير، كل شيء فيهم الخير، الحمد لله. ولكن خصهم غير يتجمعوا على كلمه واحده ونشدوا الطريق ويكون الخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله. سي عمر الرساله ديالك غتوصل ان شاء الله باذن الله، وانا كنشكرك بزاف، الله يجازيك بخير، وسمح لي بزاف راه خويا يوسف، الله يرحم لك الوالدين، مرحبا شغال ولا شي حاجه، اسمح لي، وهذا شرف لنا سيدي مني لا كنت حاورنا معاك، الله يجازيك بخير. يعني الان اكبر شرف لي انا، وشرف انني تكلمت معك خويا يوسف وتواصلت معك، وغادي تكون هذه مراه انه غادي نطلعوا على ناس اخرين ويشوفونا ناس اخرين ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله يا ربي. المهم هو كلشي في خير، الله يجازيك بخير، الرساله ديالك وصلت، هذا هو المهم، هذا اللي بغينا ان شاء الله، هذا هو اللي كاين فعلا، هو اللي كاين فعلا، الله يجازيك بخير. كنشكرك بزاف السي عمر، الله يجازيك بخير، مرحبا، الله يجازيك خويا يوسف، شكرا، الله يرحم لك والديك، لقاء اخر ان شاء الله، ونشوفوا مازال ان شاء الله، بارك الله فيك، حفظك الله ان شاء الله، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك اخويا، تبارك الله عليك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. السلام عليكم.